مرحبا بكم مشاهدينا في الجزء الثاني من برنامجكم من الجزائر. سنعود في هذا الجزء للحديث عن زيارة نائبة رئيس الحكومة الإسبانية إلى الجزائر السيدة تيريزا ريفيرا. اليوم ستلتقي المسؤولين الجزائريين والتقت المسؤولين الجزائريين. سنتحدث عن هذه الزيارة. خلفيتها بالدرجة الأولى هو تمويل الجزائر وضمان الجزائر لتمويل الغاز نحو إسبانيا. أرحب بضيفي الأستاذ جمال الدين بوراس، صحفي المهتم بالشأن الاقتصادي. مرحبا بك جمال. أهلا وليد، شكرا على الاستضافة. ربما تساؤل الأولي جمال الدين بوراس، ندرك أن الزيارات المتتالية للإسبان كانت خلفيتها مسألة الأمن الطاقوي بالدرجة الأولى ومسألة الإمدادات. قبل فترة من الزمن كانت أصوات في إسبانيا تتحدث عن ربما مراجعة عقود الغاز، لكن مع ارتفاع سعر الغاز الآن إلى أضعاف مضاعفة مقارنة بأسعار النفط، الآن تغيرت وجهة النظر المعادلة في بالنسبة للطرف الإسباني. أكيد وليد، هي المعادلة تغيرت الآن، يعني بدءا بالأزمة يعني الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب وقرار الجزائر بإيقاف توريد المغرب بالغاز، وكذلك إسبانيا بالغاز عن طريق المغرب والاعتماد على أنبوب أو خط أنبوب مدغاز. فهنا تغيرت المعادلة، خاصة بعد كما قلت الارتفاع القياسي لأسعار الغاز وتوقعات بحصول أو قدوم شتاء بارد جدا في أوروبا. فالآن إسبانيا يعني عن طريق هذه الزيارات وآخرها زيارة هذه الوزيرة نائبة رئيس الحكومة الإسبانية تيريزا ريبيرا، فهي تريد أو إسبانيا بصفة عامة تريد ضمان أمنها الطاقوي خلال هذا الشتاء الذي يتوقع كما قلت أن يكون باردا. فيعني بعد قرار الجزائر المفصلي عدم توريد إسبانيا بالغاز عن طريق يعني الأنبوب العابر للأراضي المغربية، تريد إسبانيا التأكد. هل هي زيارة تطمينية بالدرجة الأولى حتى ربما طرف الإسباني يطمئن على الإمدادات الغاز، بما أن الجزائر تصدر لإسبانيا حوالي 50% من استهلاكها الغازي؟ نعم، الجزائر تورد أو تضمن 50% تقريبا من حاجيات إسبانيا الطاقوية، يعني من ناحية الغاز. فأعتقد في اعتقادي أن إسبانيا من خلال أو بإرسالها للوزيرة تيريزا ريبيرا تريد التأكد 100% قبل حلول الشتاء بأن الجزائر قادرة على توريد إسبانيا بالغاز عن طريق الخط أنبوب ميدغاز الذي تصل قدرته يعني إلى 8 مليارات متر مكعب سنويا. وحتى الجزائر كانت تعهدت في وقت سابق بأنها ستضمن وتكفل إسبانيا وتضمن يعني توفر لها حاجيتها من الغاز حتى وإن لجأت إلى نقل الغاز عن طريق السفن من الجزائر إلى إسبانيا. إلى إسبانيا. أستاذ جمال، ربما هنا تساؤل كذلك، هل الآن نحن أمام فرصة لمضاعفة الإنتاج بالدرجة الأولى أو مزيد من الاستثمارات في القطاع الطاقوي مع قلتها في السنوات الماضية؟ أستاذ جمال. طيب، اعتقد انه هذه الامور يعني دائما تؤخذ من منطلق يعني العرض والطلب. فالغاز حسب توقعات مثلا منظمه الدول المصدره للبترول سيظل العالم يعتمد على الغاز حتى سنه 2050، يعني هذا امر مؤكد، وسيظل المزيج الطاقوي الاكثر طلبا في العالم. فمقارنة مثلا بالنفط والفحم وحتى الطاقات المتجددة إن تم التركيز عليها، ولكن ليس بذلك الكم الذي سيعتمد عليه العالم مقارنة بالغاز. يعني توسيع الاستثمارات في مجال الغاز والزيادة في الإنتاج أعتقد أنه هذا أمر طبيعي وتحتاجه الجزائر أيضا، وأعتقد أنه سنطراك تقوم بالعديد من الاستثمارات في هذا المجال ضمانا لأمن الجزائر الطاقوي بالدرجة الأولى. وتعلم وليد أنه الاستهلاك الداخلي للطاقة نعم يرتفع بصفة متزايدة، وكان أتذكر تصريح وزير الانتقال الطاقوي السابق البروفيسور شيتون لما قال أنه قد
يعني بحجم هذا الاستهلاك الداخلي قد لا تستطيع الجزائر ضمان أمنها الطاقوي بحلول سنة 2030. فالجزائر مطالبة أولا بزيادة إنتاجها للغاز يعني ضمان أمنها الطاقوي، وكذلك تلبية الطلب المتزايد على الغاز في أوروبا بعد المشاكل الكبيرة التي عاشها المجال الطاقوي أو المجال الطاقوي العام في أوروبا. تعلم وليد الخلفيات يعني السياسية المتعلقة بالمورد الأول لأوروبا وهو روسيا. وهو روسيا الدرجة الأولى. أستاذ جمال، سؤال آخر في نفس السياق. الآن التحولات الطاقوية موجودة في العالم، لكن بالمقابل الاهتمام بالغاز أضحى أكبر مع منذ موجة كورونا. الآن العديد من الدول عادت للاستثمار وعادت للعمل، لكن في المقابل الطلب كبير الآن على الغاز. في المقابل كذلك أسعار الغاز ارتفعت، موجة شتاء قوية في أوروبا، مؤسسات وشركات أغلقت بسبب الغاز الطبيعي، هناك شركات غيرت من الغاز الطبيعي نحو البترول وإيجاد بديل، حتى أسعار الفحم في البورصات العالمية ارتفعت. أستاذ جمال، ألا تعتقد أن كل هذه المشاكل ستخلق صعوبات للطرف الأوروبي بالدرجة الأولى والاقتصادات الأوروبية وحتى العالمية؟ نتكلم هنا عن الهند كذلك الآن يبحث في الطاقات المتجددة بعد ارتفاع أسعار الغاز. طيب وليد، كذلك في مسألة أخرى أيضا يعني تفرض على الكثير من الدول الآن توجه إلى الغاز، اللي هي يعني بصفته مصدر طاقة نظيف نوعا ما، وهو الاتفاقيات الدولية في المجال البيئي. فكما تعلم أن اتفاقية باريس كوب 21 الأخيرة يعني كان وقعت العديد من دول التزامات يعني صارمة نوعا ما في المجال البيئي. وفيه كذلك يعني حسب دائما منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك، فالعديد من الدول بحلول سنة 2045 ستوقف يعني اعتمادها على الطاقات يعني الطاقات التقليدية الملوثة للبيئة كالفحم. وكيف سيتم تعويض مثلا الفحم او حتى البترول؟ سيتم تعويضه بالغاز، يعني بالغاز سواء عن طريق التحول يعني فيما يخص يعني او حتى الطاقات الكهربائية كذلك. الطاقات الكهربائية والتي يعني سيكون مصدرها الاولي الغاز يعني، وحتى يعني بالنسبة للسيارات يعني محركات السيارات اللي الآن يعني مثلا في الجزائر فيه يعني مساعي للتحول نحو المحركات يعني كيف نسموها يعني اللي تسير بالغاز المميع يعني بالجي بي ال اس. فهذا سيزيد من الطلب على الغاز مستقبلا. إضافة إلى ذلك كما قلت يعني هذه الطاقات الملوثة للبيئة سيتم الاستغناء عنها تدريجيا في العالم. والمصدر كما قلت الذي يبدو نظيفا سيؤجل هذا الأمر، بما أن الآن حتى أسعار الفحم ارتفعت في البورصة العالمية. الأوروبيون كان هناك تخوفات وهناك تقارير أنه العديد من العائلات لن تستطيع اقتناء الغاز وستلجأ إلى طاقات أخرى. الفحم ارتفع وقفز بأسعار مهولة في البورصات العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى في آسيا كذلك. أعتقد أنه سيتأجل مسألة هذه البحث عن بدائل، بما أن الغاز اليوم نحن أمام أسعار ملتهبة وأمام طلب كبير على الغاز خاصة من الدول التي تسجل نسب نمو عالية. نعم أكيد وليد، يعني في الظرف الحالي أكيد أنه ستؤجل مسألة يعني المحافظة على البيئة وتوجه إلى مصادر طاقة نظيفة إلى ذلك. العالم الآن يبحث عن مصدر طاقة وكفاء يعني سواء كان نظيفا أو غير نظيف، لكن يعني على المدى المتوسط والبعيد سيتم الاستغناء عن مصادر الطاقة الملوثة للبيئة كما قلت.
وأولها الفحم، ما سيزيد الطلب على الغاز؟ لكن حاليا كما قلت وليد، ومع يعني عودة الاقتصاد العالمي وعودة الديناميكية الاقتصادية إلى هذا الانتعاش الاقتصادي، يعني بعد حالة الركود أو عفوا حالة يعني الاستقرار الصحي النسبية في العالم وعودة المصانع إلى العمل ومختلف الاقتصادات الكبرى على رأسها الصين كما تحدث قبل قليل والهند، نعم الهند، فهذه المصانع العالمية الكبرى وهذه الدول التي تعتبر يعني مصانع العالم، هي تصنع كل شيء، تحتاج كم كبير جدا 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 من الطاقة. فسيتم الاعتماد بالدرجة الأولى على الطاقات الأحفورية وهي الغاز والبترول. أكيد أنه سيزيد الطلب، ولما يزيد الطلب فسعر أكيد أنه سيرتفع، وهذا يبرر الارتفاع الحالي لأسعار الغاز وحتى البترول، يعني اللي يوصل إلى مستويات. سبقتني التساؤل كذا أستاذ جمال ديموراس، لأن هما مترابطين في عالم الطاقة، الغاز والبترول. الغاز البترول كذلك الآن في أسعار 86-85 دولار مثل ما توقع ربما الخبراء في الفترات السابقة، هو يسحب تدريجيا نحو 100 دولار للبرميل مع ارتفاع الطلب على البترول نظرا لارتفاع أسعار الغاز بدرجة الأولى وللطلبات الكثيرة على الغاز. هناك من تحول كذلك للطاقة وللبترول لتسيير ولتشغيل المصانع. يعني حتى حسب تقرير البنك الدولي، يعني حتى أسعار البترول ستستمر في الارتفاع خلال سنة 2022، ويعني الأسباب تعود إلى كما قلت قبل قليل إلى عودة الديناميكية للاقتصاد العالمي. وهذا يبرر أيضا كما قلت وليد التوجه العديد من الدول أو المصانع إلى الاعتماد على البترول أو مشتقات البترول بدل الغاز. يعني الآن فيه بحث عالمي كبير عن الطاقة، عن مصادر الطاقة سواء كانت من الغاز أو البترول أو غيرهما. فأكيد أنه سنشهد خلال مثلا سنة 2022 حسب دائما توقعات سواء منظمة الدول المصدرة للبترول أو البنك الدولي ارتفاع آخر يعني نسبي لأسعار النفط، وهذا دائما يعني تماشيا مع التخفيضات التي تقوم بها المنظمة ودول المتعاونة معها، دول خارج أوبك، ويعني توقعات كذلك عودة بعض الاقتصادات التي لا زالت تشهد نوعا ما ركودا اقتصاديا بسبب تداعيات فيروس كورونا، خاصة في إفريقيا وبعض الدول في آسيا. يعني بعد عودة كل هذه الدول إلى النشاط وخاصة النشاط البحري الذي يتطلب يعني كذلك الكثير من الطاقة وكذلك النقل الجوي، فهذا سيزيد الطلب على الطاقة وبالأخص يعني البترول والغاز. مع توقعات البنك العالمي والتقارير الدولية أنه سيناهز 100 دولار في الفترة مع نهاية سنة 2021، أرقام كبيرة وكبيرة، أسعار الآن ارتفعت مقارنة بالتقارير السابقة التي كانت فيها تحفظ عن ارتفاع أسعار. الكل كان يتوقع أن أسعار النفط ستتراجع، لكن الآن حتى أسعار الغاز والنفط وأسعار الفحم كذلك وحتى أسعار المواد الأولية ارتفعت في المقابل أستاذ جمال بوراس، وكذلك الاستهلاك ارتفع بالدرجة الأولى أستاذ جمال بوراس. لكن في المقابل هناك التساؤل، هل ستضمن الجزائر الإمدادات للغاز؟ هناك من طرح أنه مسألة ضمان الإمدادات ربما حتى نبلغ 100% الإمداد الغاز نحو أوروبا لازم إنتاج ولازم كذلك أمور تقنية، يعني أمور تقنية بالدرجة الأولى أستاذ جمال الدين بوراس. هنا الجانب التقني، رغم هناك تطمينات لسوناطراك في المسائل التقنية أنه ستضمن الجزائر الغاز في وقته للجانب الأوروبي. نعم، وهذا ما أوردته يعني وكالة الأنباء، وكالة رويترز للأنباء، يعني حسب مصادر يعني صرحت لها وقالت أنه الجزائر ستوفر الغاز مثلا لإسبانيا وتضمن الغاز لإسبانيا عبر خط أنبوب ميت غاز الذي كما قلت قدرته يعني على تريد تصل إلى 8 مليارات متر مكعب، في حين أنه الخط السابق، خط الأنبوب السابق الذي كان يمر عبر الأراضي المغربية كان تقريبا في حدود يعني 13.5 مليار متر مكعب. فالفرق هنا حسب الوكالة وحسب مصادر التي غازية ممكن، نعم تكون الجزائر غازية. حسب رويترز، يعني حسب المصادر التي يعني صرحت لرويترز تدرس
كيفية إجراء بعض التعديلات التقنية يعني لرفع من مستوى التوريد يعني عبر خط أنبوب ماد غاز. لكن كما قلت وأذكر كذلك وليد دائما تصريحات المسؤولين في صنع التراك والحكومة الجزائرية أن الجزائر ستضمن توريد إسبانيا بالغاز حتى وإن لجأت إلى النقل الغاز عبر سفن خاصة تنقل الغاز المميع. الغاز المميع المساد. ربما مسألة الغاز الآن أخذت أبعادها بما أن إسبانيا والمسؤولين الإسبان بين الفينة الأخرى متواجدين في الجزائر لطي هذا الملف بصفة نهائية. وسبحان مغير الأحوال، بالأمس القريب كانت تقارير تتحدث عن مراجعة العقود طويلة الأجل، لكن هناك من ضغط داخل إسبانيا موجود الآن أستاذ جمال الدين بوراس على مسألة العقود، ومن طرح مراجعة عقود الغاز مع الجزائر بما أن الجزائر تضمن 50% أي نصف الشعب الإسباني بتدفئته من الغاز الجزائري. يعني ربما في وقت مضى كان طلب مراجعة العقود كان ضجة كبيرة صاحب طلب مراجعة العقود، يعني بالنظر إلى أسعار الغاز في تلك الفترة يعني التي كانت أسعار متدنية ومن بينها يعني وحتى أسعار البترول. فأكيد أنه الطرف الإسباني أو أي طرف آخر سيحاول اغتنام الفرصة لإعادة مراجعة هذه العقود بأسعار منخفضة. الطرف الإسباني بالدرجة الأولى، يعني التقارير تقول أنه الإسبان بالإسباني يعني أنه دائما يطرحون هذا المشكلة في المفاوضات. نعم. توفر أو يعني تمول إسبانيا بخمسين أو توفر لها يعني 50% من حاجيتها من الغاز. فأكيد أنه الطرف الإسباني يحاول أنه يراجع تلك العقود يعني اعتمادا على الأسعار المتدنية اللي كانت في تلك الفترة. لكن حاليا ولأنه الأسعار يعني مرتفعة فلن يكون يعني في صالح الطرف الإسباني أو أي طرف آخر أنه يعني وقع عقود طويلة الأمد بهذه الأسعار المرتفعة. نعم. بهذه الأسعار المرتفعة. نعم. الغاز هو الطلب الأول والنفط كذلك طلب ثاني موجود في مع عودة المؤسسة عودة الشركات وعودة الدول للعمل بعد غلقها لفترات فترة كبيرة كبيرة جدا تجاوزت السنتين منذ جائحة كورونا ديسمبر. في مسألة أخرى وليد يعني عفوا يعني الآن يعني ربما تأكيد الجزائر أنها ستورد إسبانيا بالغاز حتى عن طريق شحنات تنقل كما قلت عن طريق يعني السفن، ممكن حسب بعض التوقعات تقول أنه هذا سيزيد من أسعار الغاز بحكم أنه الآن النقل البحري أو يعني تكلفة النقل البحري قد زادت مقارنة بالسابق. فهناك توقعات بأنه أسعار الغاز سترتفع يعني بعد هذا في حالة لجوء الجزائر إلى توريد إسبانيا بالغاز عن طريق السفن كما قلت خاصة. أين هو إنتاج الدول الأخرى أستاذ جمال الدين بوراس؟ تحدثوا عن روسيا، تحدثوا عن دول منتجة الغاز، قطر، نتكلم على دول عندها باع في الغاز مع في وقت سابق كانت تبحث إسبانيا كذلك على السوق الأمريكية اللي دخولها لإسبانيا لمزاحمة الجزائر هذه الدولة التي تضمن الغاز بصفة كبيرة. الآن هناك صمت حول الغاز الأمريكي أستاذ جمال الدين بوراس، هناك ربما معطيات تغيرت مع ارتفاع أسعار الغاز كذلك. نعم يعني سمعنا أن السوق الدخل أمريكا دخل السوق الإسبانية بقوة أوروبية. ومزاحمة الجزائر ودول السوق الأوروبية كذلك، لكن الآن تغيرت نبرة أو حديث الأوروبيين الآن على الغاز الجزائري. نعم، فالأمر يعود إلى سببين. الأول أنه يعني سواء إسبانيا أو أوروبا بصفة عامة ليس لديها كثير من الوقت، نحن في شهر أكتوبر في نهاية شهر أكتوبر مع دخول فصل الشتاء. نعم، فلا مجال يعني للمناورة والحديث عن غاز أمريكي أو غير أمريكي. يعني الآن الهدف هو ضمان حاجيات إسبانيا من الغاز. وإسبانيا كما تعلم وليد شريك تقليدي للجزائر في مجال الغاز، فحتى وإن توجه إلى اقتناء الغاز الأمريكي فلا أعتقد أنه سيكون يعني بسعر الذي ربما تقترحه الجزائر، لأنه فيه خط أو فيه أنبوب وعقود إلى ذلك. فيه أنبوب غاز
يعني توجه من الجزائر الى اسبانيا خصيصاً لاسبانيا. فمهما كان يعني الان بارتفاع تكلفه الشحن البحري، تخيل يعني كم سيكون تكلفه نقل شحنه من الغاز الامريكي الى اسبانيا. اكيد انه ستكون التكلفه كبيره جدا، في انه فيه انبوب غاز مباشره من الجزائر الى اسبانيا. الى اسبانيا. الاستاذ جمال الدين بوراس، ربما تساؤل اخر، وفقا للتقارير هل نتوقع مزيد من ارتفاع لأسعار الغاز والنفط كذلك مع نهاية السنة وبداية السنة الحالية؟ لأن هناك بعض التقارير تقول أنه إلى غاية السداسي الثاني من سنة 2022 حتى تستقر أسعار الغاز والطلب على الغاز كذلك. فهذا يعود وليد كما قلت بالدرجة الأولى إلى عودة النشاط خاصة في الصين والهند، البلدان اللذان يعني يطلبان الكثير من الطاقة. إضافة إلى ذلك ففيه بعض الدول الإفريقية التي كما قلت قبل قليل شهدت ركودا اقتصاديا خلال جائحة كورونا، هي الآن تعود إلى النشاط، ويمكن أن تقارن كذلك أو نحسب الجزائر ضمن هذه الدول الآن. يعني بعد مثلا رفع الحجر وليد، تعلم أنه مثلا في الجزائر الآن الكل يتحرك الآن بالسيارات وكذا، في حين أنه لما كانت في فترة الحجر الكل متوقف، فالاستهلاك تاع الطاقة ينقص، في حين أنه لما يرفع الحجر الناس يعني تتحرك وكذا، وهذا يزيد على الطلب على الطاقة. في نفس الشيء يعني في 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 باقي الدول الإفريقية وحتى في العالم، لما يزيد النشاط الاقتصادي ويزيد الطلب على الطاقة هذا استهلاك الكيروزان بالنسبة للطائرات، وقوة الطائرات كان قل كذلك في فترة سابقة. نعم الآن مثلا الجزائر يعني كما تعلم عادس يعني طلقت النقل البحري وحتى الجوي. فهذا يعني خذينا الجزائر كمثال فقط، فقس على ذلك يعني مع باقي الدول الأخرى. وكل هذه الدول يعني تطلب يعني وسائلها، وسائل نقلها تطلب طاقة، سواء كما قلت الكيروزان بالنسبة للطيارات الطائرات أو الفيول بالنسبة للباخرات، وكلها من مشتقات البترول أو الغاز. فهذا سيزيد الطلب تدريجيا على البترول والغاز، ما سيزيد كذلك من أسعارهما. ويعني وفق كما قلت وليد التقارير، سواء تقارير البنك الدولي أو صندوق النقد، يعني هناك تقارير آنية في كل فترة، هناك تقرير جديد نطلع عليه حول سوق الغاز والنفط المتحول وبطريقة كبيرة جدا. نعم يعني تقريرين ربما الجديدين هما تقرير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اللذان يتوقعان زيادة أسعار النفط والغاز خلال سنة 2022. يعني في توقعات بعض المحللين يقول أنه قد يصل سعر البرميل إلى أو يناهز يعني مستوى $100، يعني لا أعلم إن كان يعني سيحصل هذا أم لا، ولكن الأكيد أنه الأسعار سترتفع في حال بقي إنتاج الدول المصدرة خاصة في تكتل أوبك على حالها. يعني في حال بقيت الأمور على حالها فالأكيد أنه مقارنة بالطالب الحالي المرتفع سترتفع معه أسعار نعم ربما هي حفرة في آخر إلا في حالة وليد أنه في حالة يعني ما قررت أوبك منظمة الدول المصدرة للبترول وشركها خارج منظمة مراجعات يعني تسقيف لكن في آخر لقاء وصلت في نفس المستوى مع ارتفاع نسبي لبعض الدول في مسألة الإنتاج الشهري. الجزائر يرتفع إنتاج طاقة لها بحوالي 20,000 برميل شهريا كل شهر، نتحدث هنا عن سبتمبر أكتوبر نوفمبر في الاتفاق الجديد حول رفع حصة الجزائر التي خفضت وانخفضت. توقعت يعني عودة ربما الإنتاج الليبي كذلك، يعني النشاط في ليبيا، وتعلم أن ليبيا يعني منتج كبير للبترول. البترول كان إنتاجه حكم الأزمة الحالية في ليبيا، يعني الشركة الليبية للبترول لا تنتج يعني شيء الكثير. جمال الدين بوراس الصحفي المهتم بالشأن الاقتصادي، شكرا جزيلا لك على ما قدمته في برنامج من الجزائر، لقاك في فرص أخرى إن شاء الله. إذن بهذا نختم برنامجكم من الجزائر، لقاكم في أعداد لاحقة، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.